هن الأصل لله لان ابن المري طبا هن نضمس اريد تبقى اصحى غير كي تقن استنقض اما هو اللي كزيش كان هن شك ولا سيس انت تعتبر اذا ابن المري تقن ان اسيس يخسر لضمس استنقض هن راي فوق اتظلت نس يفتاي طبا وكنا واخد الوضوء كان منه لقيسنا اللي دفورنا السبيلين يعني زند البول ولا الغائط ولا الريح ولا متني الوسم ولا حتى البول الغائط يغطفون وخادوا الفون هون مخرج نسم حتى تني أتنقض النضو يغي تحيد العقل من بنادم يزول العقل من بنادم كلية يفوق كل العقل من بنادم زند من الله إلا الجنون ولا بنادم من نيم ويفوق وقوير العقل نسم زند بنادم من يتصن ولا بنادم اللي يسخفن ولا بنادم اللي يسكرن يعني سواء المخدر ولا ما يروسن كل الخير هن إدس حتى انت اللي تنقض الوضوء يقود يحيد الشعر من ورسين ما يدوان اغتا مانس إذن بنادم يقول إدس يقود اغتم زكيدا ورسول يحسس والو ولا يسن ما يتحرك اغتا مانس هن غواد يجي فلاس أيدو أيعود الوضوء سواء يغيبيد ولا إسكوس ولا إيقون أما يميكي يدصني التمز لبنادم غير يميكي لغفلتني التمز لبنادم ورا كله يتفقد الشعور نس هن غواد يفلس اللي أي عود الوضوء أشكر النبي عليه الصلاة والسلام وش كان يفلس بزاف الأحاديث أرسلونس في المسائل كله من لا ده يتقد الوضوء بنادم من الشان تفيه ورم هل بنادم الشان تفيه ورم يخص يعود الوضوء أشكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحول الإبل قال نعم إذن يتقسن أن الإنسان تبدأ يغنش تفيه ورم إن اثنيه